ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. اخيرا هعمل ريفيو عن براون سلك اكسبرت برو 5. اللي ما شافتش الفيديو التعريفي اللي عملته عن الجهاز ده هقول لكم باختصار. الجهاز ده اللي هو لازاله شعر الجسم بالليزر في البيت، اللي هو ازاله الشعر تماما او الدائم، يعني لو ما بيطلعش تاني. كنت عملت فيديو تعريفي عنه، في كل مواصفات الجهاز، في طريقه الاستخدام، ايه الفرق ما بينه وما بين الاصدارات القديمه، كل حاجه كنت قايلاها عنه. فعشان ما نطولش في الفيديو ده، لو ما شفتيش الفيديو الاولاني هحطه لكم هنا في الكاردز فوق، وهسيب لكم برده اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. لازم تروحوا تشوفوه الاول عشان تفهموا الجهاز ده بيعمل ايه وبيشتغل ازاي وعن ايه وكل حاجه، وبعدين تعالوا هنا شوفوا رايي في الجهاز بعد ما استخدمته. قبل ما نبدا الفيديو عايزه اقول لكم عن وفر اكس. وفر اكس ده موقع من خلاله بتقدري تعملي اونلاين شوبينج لجوميا سوق، وفي ويب سايتس كتير جدا. الفكره ان انت مثلا لو عايزه تشتري حاجه من جوميا بس دخلتي له عن طريق وفر اكس، وفر اكس بيبقى عنده نسب كده بتوفريها من فلوسك، بمعنى انك تدخلي على وفر اكس، وانا هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، بتدخلي عليه بتختاري اي حته انت عايزه تعملي منها اونلاين شوبينج، وبعدين بتعملي الاوردر بتاعك عادي جدا كله، وحتى الاوردر لما بيجيلك بتدفعي فلوسك عادي جدا، بس النسبه اللي بيوفرها لك وفر اكس. وفر اكس بيحوشها لك، وكل 3 شهور في 4 مواعيد ثابته في السنه بتقدري تاخدي منها النسبه اللي انت حوشتيها دي. بتقدري تاخدي الفلوس بتاعتك دي عن طريق تحويل بنكي او عن طريق فوري. غير كده يلا بينا نبدا الريفيو. اول حاجه عايزه اقولها ودي لازم اوضحها كويس جدا، الفيديو اللي فات طبعا الفيديو كان يعتبر اعلان لان الجهاز جايلي من براون، انا مش شارياه. هو الفيديو ده بس اللي كان اعلان وخلاص اتعمل، وقلنا الفيديو التعريفي عنه كل حاجة. اما فيديو النهاردة ده رأيي الشخصي، رأيي لوحدي، محدش اصلا يعرف ان انا هعمل الفيديو ده، حتى لو ما كنتش اتكلمت عن الجهاز تاني محدش كان هيتكلم ولا حد ليه دعوة اصلا. فالفيديو ده رأيي الشخصي بحت، اوكي. وتاني عايزة انوه ان الجهاز ده اللي هو اسمه سلك اكسبرت برو 5، لان في منه اصدار قديم كان 5 بس مش برو، وفي اصدار اللي هو رقم 3 حاجات كده. انا بتكلم عن اللي جربته اللي هو البرو 5 فقط، فانا معرفش الاصدارات القديمه زيه ولا لا وبيفرقوا عن بعض في ايه، غير ان انا عارفه ان ده اخر واحد عدد النبضات فيه اعلى وسرعته احسن، وكمان بيشتغل بالكهرباء مش بالشحن، عشان طول ما انت شغاله فيه ما يفصلش منك وتضطري تشحنيه تاني. دي المعلومات اللي عندي اللي هي الفرق ما بين الجهاز ده والاصدارات القديمه. في سؤال اتسالته على الفيديو اللي فات انا عايزه اجاوب عليه لان انا اخيرا عرفت اجابته. يعني انا كنت قايله ان الاصدار ده بالذات هم قايلين ان انت تقدري تشيلي شعر الجسم قبل ما تستخدمي الجهاز باي طريقه ممكنه انت عايزاها، سويت بقى، واكس، شيفنج، اي طريقه. الاصدارات القديمه كان لازم تعملي بالشيفنج بس، السبب ان انت كان لازم يبقى في الجذور بتاعت الشعر موجوده عشان الجهاز نفسه يعني بيستهدف الشعرايه دي وبيشيلها كده. بس الجهاز ده زي ما بقول ان انت بتقدري تستخدمي قبله اي طريقه ازاله شعر مش مشكله. ليه بقى؟ لان ده مش بيستهدف بصيله الشعر نفسها، ده بيستهدف طبقه الميلانين. انا هقرا لكم الجزء اللي مكتوب هنا في الكتالوج ده، مكتوب اهو ان هو يعمل جهاز براون سيلك اكسبرت برو 5 من براون اسفل سطح البشره من خلال استهداف الميلانين في جراب الشعر، وهو ما يساعد على كسر دورة نمو الشعر من جديد. تاني سؤال اتسألته لما انا قلت ان انت لازم بعد الاستخدام بتنضفي العدسة والبتاع ده اللي انا الراس دي من جوه، ولازم تنضفي العدسة من هنا بعد الاستخدام. قالوا لي تنضفيها بايه او ازاي؟ بتنضفيها بقماشة ناشفة ما يكونش فيها وبر، ما بتطلعش اي وبر. تالت سؤال اتسألته وده انا مش قادرة اصدق ان حد سأله والله. انا قلت ان الجهاز ده فيه 400,000 ومضة، وقلت ان انت في الجلسة الواحدة للجسم كله كامل بتستخدمي حوالي من 700 ل 750 ومضة، وزي ما قلت انت ممكن تحتاجي ما بين 4 جلسات ل 12 جلسة حسب طبيعة جسمك او حسب طبيعة شعر جسمك يعني. فافتراضا ان انت هتستخدمي ال 12 جلسة، شوفي بقى 12 في 700 وشوية، ايا كان الرقم اللي هيطلع لك فهو اقل بكتير 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 من 400,000 ومضة. فالجهاز ده حرفيا الومضات اللي فيه مش هتخلص، عشان كده انا قلت ان الجهاز ده ممكن يقعد معاكي 24 سنه او 48 سنه. فاحنا بنتكلم في عدد ومضات مهول استحاله يخلصوا. عشان اتقال لي ايه ده، هو بعد ما النبضات دي تخلص الجهاز كده يترمي؟ هو والله يا رب احنا نكون عايشين لسه لحد ما نيجي نرمي الجهاز. بس دي اكتر اسئله اتسالت عليها الفيديو اللي فات. نيجي بقى للريفيو. انا بدات استخدم الجهاز يمكن بعد اسبوعين ولا حاجه من الفيديو، انا ما بداتش على طول بصراحه، وزي ما قلت لكم بقيت بعمل هي جلسه واحده كل اسبوع، ما ينفعش تعملي جلسات اكتر من مره في الاسبوع، ده مش هيفيدك اكتر، ولا تقولي مثلا ان عشان انجز
ان هو ما يطلعش الشعر، لا انت كده ممكن تضري بشرتك اكتر، فثبتي يوم واحد في الاسبوع اعمليه فيه. هما كانوا قايلين او كمان كاتبين في الكتالوج ان انت بتبداي تلاحظي فرق من تاني جلسه، ده بلح مبدئيا يعني. من تاني جلسه لا انا ما حسيتش باي فرق من تاني جلسه، ولو حسيت بحاجه فهيبقى تاخير بسيط جدا في نمو الشعر. يعني انا بصراحه كنت بستخدم الشيفينج. انا عايزه اقول لكم المنطقه اللي انا عملتها، عملت في منطقه اللي هي الابط او الاندر ارمز يعني، فانا بستخدم الشيفينج او اللي هو الحلاقه. فبعد تاني مره دي اللي بتعمل شيفينج هتبقى عارفه ان الشعر حرفيا بيمكن بيطلع من تاني يوم. يعني لو عملت شيفينج النهارده تاني يوم الجذور بتبدا تطلع، فلا يمكن اخدت بالي ان الجذور بدات تطلع مثلا بدل بكره، لا طلعت بعد بكره، فاهمين؟ لكن انا بدات الاحظ نتيجه فعلا بعد الجلسه ما بين الثالثه والرابعه. يعني بعد الثالثه دي فعلا حسيت ان الشعر اتاخر اكتر، يعني بدل اللي هو بيطلع بعد يومين بدا يطلع بعد 4 ايام. بعد الجلسه الرابعه، انا ما بين الجلسه الرابعه والخامسه انا حرفيا كنت محتاجه الشيفنج لحاجه بسيطه جدا، ودي حاجه كانت وهماني. انا لحد دلوقتي عملت 5 جلسات بس، ومن اخر جلسه اللي هي الجلسه الخامسه لحد النهارده انا ما عملتش، ويعتبر عدى مثلا بتاع 10 ايام وما فيش شعر. انا مش مصدقه نفسي 10 ايام وانا اصلا بعمل شيفينج، دي معجزه. انا اسفه يعني في اللي هقوله ده، لو انا كنت سبت نفسي 10 ايام وانا بعمل ازاله شعر بالشيفينج كان زماني منظر بقى مش لطيف نهائي. بس هل انا كده خلصت الجلسات ومش هعمل تاني؟ لا بصراحه انا هعمل تاني يمكن النهارده او بكره ولا حاجه، مع اني اتاخرت كده على الجلسه بتاعتي. بس هقول لكم حاجه، انا المفروض ان انا كده خلصت. ده بقى غلطه من اللي انا وقعت فيها وعايزه اقول لكم عليها. للي شاف الفيديو اللي فات او حتى ما شافش، يعني الطريقه ان انت مثلا هاي المنطقه انت بتبقي حاطه الجهاز كده على ايديكي، بتعملي كده وتدوسي هنا فهو يعمل ومضه. طبعا انا مش موصله الجهاز، تدوسي كده فهو يعمل ومضه، تروحي انت نازله على المنطقه اللي تحتها وتحاولي على قد ما تقدري ما يبقاش فيه فراغ ما بين المنطقتين اللي انت عملتيهم. يعني حاولي انت مثلا عملتي المنطقه دي تروحي حاطه اللي بعدها في المنطقه دي، بحيث ان انت تغطي المنطقه كامله، فاهمين؟ بس انا غالبا في مناطق كانت بتتفوت، فانا في اماكن لسه فيها شعر شويه، بس 95% من المنطقه كلها مش طالع فيها ولا شعرايه. عشان كده انا هعمل جلسه او جلستين كمان عشان اركز اكتر على الاماكن اللي انا ما حطيتش فيها المره اللي فاتت. يعني حاجه كمان، انت مش بتقعدي تعملي كده على المنطقه مره واحده وخلاص خلصنا، لا انت بتعيدي على، يعني مثلا اديني اهو مثلا كده ماشيه ومضه 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 على الاماكن كلها. بعد ما بخلصها برجع اعيد من مرتين لثلاثه كمان. فعشان كده زي ما بقول لكم، جايز ان انا وانا بعمل مثلا بفوت حته، بقى في حته مثلا جه عليها ومضه واحده، في حته جه عليها ومضتين بس والباقي ثلاثه، فاهمين قصدي؟ ايه كمان عايزه اقوله، هنا الجهاز نفسه هتلاقوا هنا في زرار صغير والزرار الكبير. الزرار الكبير ده هو بتاع الومضه، اما الزرار الصغير ده اولا اللي انت بتشغلي بيه الجهاز، وبعد كده بتختاري منه في 3 اوضاع. هنا في 3 نقط كده بيبقى عليهم نور، يا رب يكون باين، بس في هنا 3 نقط كده دول بينوروا، تمام؟ اول ما بتشغلي الجهاز خالص بيطلع لك ال3 لمبات دول بينوروا. ال3 لمبات دول يبقى انت على اول وضع اللي هو القوي، اللي هو يستحمل الايدين الرجلين كده يعني. لكن الاماكن الحساسه زي منطقه البيكيني ومنطقه الاندر ارمز الحاجات دي، في بقى وضعين، اللطيف واللطيف جدا، طبعا بتبقى لسعتهم اقل. فانت لما تدوسي على الجهاز، يعني هو دلوقتي قدامك مثلا جهاز منور 3 لمبات، تدوسي عليه مره هيعمل لمبتين، انت كده على الوضع اللطيف بس. تدوسي تاني هيبقى منور لمبه واحده، كده هيبقى على الوضع اللطيف جدا اللي هو اكتر حاجه جنتل. انا اول مره استخدمت الجهاز عملته على اللطيف جدا لاني كنت خايفه قوي، فلقيته لا عادي يعني محتمل، بس كملت الجلسه على الوضع اللطيف جدا عشان ما بقاش يعني بخرف كده او اعمل حاجه انا مش فاهماها. بس من تاني مره بقيت بعمله على الوضع اللطيف اللي هو الوسط، تاني وضع وعادي برده محتمل جدا، يعني بتبقى شكه كده خفيفه يعني، انا عن نفسي ما بتوجعنيش. في كمان عايزه اقوله، انا بشوف ان اغلب، او يعني شفت كذا حد معاه مثلا جهاز زي ده بتاع ليزر في البيت، بس مش بتاع براون، بيبقى معاه نظارة عشان الإضاءة اللي بتطلع اللي هو المفروض ليزر. بس هو الجهاز ده قايلين ان هو مش ليزر، هو بتقنية الإضاءة المكثفة حاجة كده، فهو ده ولا معاه نظارة ولا أي حاجة. فأنا بصراحة عشان أنا مش عارفة هل الضوء اللي بيطلع ده خطر على عينه ولا لأ، الله أعلم، فبعمل إيه؟ يعني مثلا أنا بثبت الجهاز على إيديا، بتأكد إن هو لامس جسمي وكل حاجة، ولما اجي ادوس الومضه اروح عامله كده. فانا مش عارفه بصراحه هل هو خطر على العين ولا لا، عشان ما افتيش. بس حاولي وانت بتدوسي بالومضات
بعدي وشك. ارخم حاجه في الجهاز ده يعني الحاجه الوحيده اللي رخمه ان لمنطقه البيكيني ما ينفعش تعملي، انا اسفه على اللي انا هقوله، ما ينفعش تعملي منطقه العضو نفسه، انت بتعملي بس منطقه العانه يعني من فوق كده من بره بتعملي منطقه العانه، ما بتعمليش الجزء السفلي او العضو نفسه او حوالين فتحه الشرج، الاماكن دي ما ينفعش تعملي فيها. بس كده هو ده رايي في الجهاز لحد دلوقتي. لحد دلوقتي هل شايفه نتيجه ولا لا؟ انا شايفه نتيجه فرق شاسع. ولكن 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 عايزه اقول معلومه ضروريه جدا، انا عملت الفيديو النهارده حقيقي من كتر ما البنات بتسالني ميار فين رايك في البتاع ده، يا ميار انجزي انت طولتي قوي، لكن انا ما كنتش ناويه اعمله دلوقتي خالص. انا كنت ناويه اللي هو مثلا انا اهو دلوقتي مخلصه جلساتي او مثلا فاضل لي جلسه واحده، كنت يمكن هقعد شهر او شهرين كمان قبل ما اعمل الريفيو. ليه؟ انا بعد ما بخلص جلساتي اللي هي بتاعت مره واحده كل اسبوع، المفروض ان انت بتعملي جلسه واحده بقى في الشهر ده على طول، فانا قلت هعمل لكم الفيديو او الريفيو النهائي بعد شهرين عشان ابقى عارفه ان انا حتى بعد ما خلصت الجلسات هل الشعر فعلا مش هيطلع تاني ولا هو بس اخر طلوعه، فاهمين؟ فانا دلوقتي شايفاه فعال ان فعلا الشعر مطلعش، لكن هل هيستمر ان هو ما يطلعش خالص خلال الفتره الجايه ولا لا، انا دي لسه ما اضمنهاش. عشان كده بقول لكم استنوا مني تاني بتاع كمان شهرين ولا حاجة هعمل فيديو تاني، ولو مثلا الموضوع مش محتاج فيديو هتلاقوني بعد شهرين، ارجعوا تاني للفيديو ده هتلاقوني كتبالكوا تحت في كومنت ومعلقاه كده او في الديسكريبشن بوكس ان انا ميار من المستقبل بعد شهرين والنتيجة النهائية انه حصل كذا 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 كذا، ايا كان بقى الشعر طلع تاني او الشعر فعلا اختفى خالص، فعشان بس رأيي يبقى كامل وواضح ومحدش يلبس. يعني اخر حاجة عايزة اقولها في موضوع الجهاز ده، مهم جدا 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 ان انت تقري الكتالوج ده. انا على كل اللي قلته لكم في الفيديو اللي فات واللي انتوا برضو لازم تشوفوه عشان تعرفوا طريقه الاستخدام وينفع لمين وما ينفعش لمين والكلام ده، بس هنا في حاجات تانية تحذيريه بقى اللي هو ما تستخدموش لو انت كذا او لو الجهاز بقى فيه كذا او كذا او كذا، ما ينفعش يستخدم، توديه الضمان، كلام كتير. وهو طبعا ميزته ان هو فيه لغه عربيه فيعني عادي هتتعاملي، فاقري لازم الكتالوج ده. انا قريت لكل اللي مكتوب بالعربي قبل ما استخدمه عشان ابقى برضو متاكده وابقى في السيف سايد. انا عارفه ان الجهاز غالي، هو الاصدار ده ب 8000 جنيه، بس لو هو فعلا هيكمل ان انا ما يطلعليش شعري تاني وان انا بس افضل طول السنين دي اعمل جلسه واحده كل شهر وما اجيش جنب جسمي تاني وما عملتش اي شيفنج بقى ولا اي طريقه ازاله شعر، فهو يستاهل جدا جدا جدا. انا ما اعرفش في العيادات بصراحه الليزر بيتكلف بكام الجلسات كلها، وما اعرفش مين فيهم اغلى او مين فيهم ارخص، ولا بتاع العيادات ده بيطلع شعري تاني بعد قد ايه، انا ما اعرفش عشان بصراحه افتي واقول مين فيهم احسن. فبرضو انتوا عرفتوا رايي واسالوا برضو ناس تانية عن ارائهم في الجهاز ده في الاصدار ده، وكمان اسالوا على موضوع الليزر في العيادات وانتوا قارنوا شوفوا مين الاحسن لكم شوفوا مين الاسهل لكم وهكذا، وكرروا بنفسكم بدماغكم بكل حاجه. لكن للي عايزه تشتريه هسيب لكم اللينكات اللي تلاقوه فيها هنا في سوق جوميا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. بس كده يا بنات، وده كان ريفيو عن جهاز بتاع براون سيلك اكسبرت برو 5. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستغرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.